اسمي نور شريف او معروف اكتر بالبايرو, واحنا لسه كسبانين جابوا الكابس كلتش المره الثانيه في سنه بطوله الكاسيه, بس المره دي احنا متفائلين جدا. اخر مره اتعلمنا غلطاتنا والمره دي مركزين جدا في الخطه السنه, وكل احنا عايزين نعمله ان احنا نحاول نكسبها زي ما مصر كسبتها اول مره. اول ما كام سكاتش مصر اللي كسبتها, احنا عايزين نحقق ده تاني. واحنا شغالين جامد جدا كل 10 ساعات كل يوم تدريب عشان بس نعرف نكسبها تاني. احنا السنه دي جايين نهزر, جايين نكسبها زي اول مره. يوسف اسامه, كلكم عارفيني بشنايدر او معظمكم يعرفني بشنايدر, وانا كابتن واشيل فريق رعب. الفرق بين السنه اللي فاتت والسنه دي, السنه اللي فاتت كان اول بطوله لينا انترناشونال, كانت البطوله ديت وكنا ما عندناش اكسبيرينس كبيره عن الموضوع حاجه زي كده, بس اخواتنا طبعا كانوا كسبانين السنه اللي قبلها. فالسنه اللي فاتت ما كناش احسن حاجه, بس كسبنا تصفيات مصر والحمد لله طلعنا مركز سادس في البرازيل. بس السنه دي الحمد لله عندنا اكسبيرينس اكبر وعندنا خبره احسن, فدي خلتنا نكسب بسهوله المره دي, وان شاء الله احنا طالعين تركيا ناخد حقنا من اللي غلبونا المره اللي فاتت في البرازيل.